بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عزيزي التلمير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم وهو كتابة عدد على الشكل النموذجي. نلاحظ العدد 45. 5 موجودة في الوحدات و4 موجودة في العشرات، إذن 5 أحاد و4 عشرات. لكتابة هذا العدد على الشكل النموذجي، لاحظ عزيزي التلميذ، 4 موجودة في العشرات، إذن نقول 4 في 10. 4 في 10، لماذا في 10؟ لأن 4 موجودة في العشرات زائد العدد 5. ولماذا 5؟ لأن 5 موجودة في الوحدات، يعني 5 في 1، و5 في 1 تعطينا 5. نلاحظ عزيزي التلميذ العدد الثاني، 389. العدد 9 موجود في الوحدات، والعدد 8 موجود في العشرات، والعدد 3 موجود في المئات. بما أن العدد 3 موجود في المئات فنقول 3 في 100. 3 في 100. ما ننساش عزيزي التلميذ الزائد. زائد ماذا؟ لدينا العدد 8 الآن، 8 موجود في العشرات، إذا نكتبه على هذا الشكل، 8 في 10. 8 في 10. زائد في الأخير لدينا العدد 9 موجود في الوحدات، نقول زائد 9. إذا نعيد، 3 موجود في المئات في 100، 8 موجود في العشرات في 10، 9 موجود في الوحدات 9. وما ننساش بين الأقواس نضع إشارة أو علامة الزائد عزيزي التلميذ. في الأخير لدينا العدد 7926. الآن بما أن العدد 7 موجود في الآلاف نقول 7 في 1000. 7 في 1000. ولا ننسى الزائد. زائد ماذا؟ زائد العدد 9 الموجود في المئات، إذن نقول 9 في 100. 9 في 100. بما أن 2 موجود في العشرات نقول زائد 2 في 10. 2 في 10. وفي الأخير نقول زائد 6. 6. وكلما زدنا مرتبة عزيزي التلميذ نزيد صفرا. إذا لو أضفنا مثلا عدد في مرتبة عشرات الألاف نضرب في 10,000، لو أضفنا عدد آخر نضرب في 100,000، إلى هكذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.